تحية طيبة مشاهدينا الكرام. 72 طائرة حربية حسب تصريح رسمي للرئيس التركي تقصف مدينة صغيرة يسكنها أكثر من 1,000,000 نسمة. مجازر ترتكبها الدولة التركية بحق المدنيين في عفرين شمال سوريا بقصف مدفعي كثيف وغارات جوية مستهدفة بكل وحشية الحجر والبشر، لتوقع عشرات الضحايا في صفوف المدنيين جلهم من الأطفال. إن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تطورات في غاية الخطورة بسبب السياسة اللامسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسكون بالطائفية والنزعة الاستبدادية، ففي الوقت الذي يعيش وهم بعث أمجاد الدولة العثمانية تؤكد كل الوقائع على الأرض إن الخطر أصبح محدقا بتركيا نفسها في ظل أردوغان. وفي ظل هذه العملية العسكرية التركية التي ترافقها مجموعات إرهابية مثل النصرة وحزب الإسلام التركستاني على إقليم عفرين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرين إن فرنسا قلقة جدا بشأن الوضع في سوريا وطلبت اجتماعا لمجلس الأمن من أجل تقييم الوضع الإنساني، وذلك في أعقاب الهجوم التركي التي يشنه بمشاركة كتائب من الفصائل الإرهابية على عفرين. بدورها رفضت الخارجية المصرية العمليات العسكرية التركية على عفرين شمال سوريا واعتبرتها انتهاكا جديدا للسياسة السورية. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد مدينة عفرين في شمال غرب سوريا باعتبارها تمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية وتقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا. وأعربت روسيا عن قلقها من العملية ودعت إلى ضبط النفس، فيما جرى اتصال بين وزير خارجيتها سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الذي تحدثا أيضا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويج أوغلو. وبينما أعلن تشاويج أوغلو أنه تم إبلاغ دمشق خطيا بالعملية نفى النظام السوري ذلك ووصف التحرك التركي بالعدوان الغاشم. وللحديث أكثر عن موضوع الحلقة أرحب بضيوفي من واشنطن يوسف الصداقي محلل سياسي وباحث في المجموعة الاستشارية، ومن دمشق دكتور أحمد حاج علي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، ومن أربيل دكتور محمد حسن دكتوراه في القانون الدستوري، ومن موسكو أندري سيبانوف محلل سياسي، ومن القاهرة دكتور محمود زايد أكاديمي مختص بالشؤون الكردية، على أمل أن تكون معنا من عفرين الإعلامية روشان خليل. والبداية مع روشان خليل، مساء الخير أولا روشان. مساء الخير. يعني قوات سوريا الديمقراطية أعلنت النفير العام، كيف هي الأجواء الآن؟ يعني الشعب في عفرين كيف يتعامل مع هذا النفير العام الذي أعلنته قوات سوريا الديمقراطية؟ الحقيقة نعم، تم إعلان النفير العام في مدينة عفرين، ونحن نرى اليوم كافة أفراد أو كافة سكان المدينة جاهزين للدفاع عن هذه المدينة، فكلها شيبا وشابا جاهز لحمل السلاح للتصدي للهجوم التركي. نحن نرى هذا الاستعداد وروح المعنويات عالية جدا، يعني فنحن لدينا سبق ولدينا خبرات، يعني كشعب كردي لدينا خبرات في العديد من المعارك. يجب أن لا ننسى المقاومة التي خاضها الأكراد في سوريا، ونحن الآن نواجه العدو نفسه ولكن تحت غطاء أو ستار آخر. حينما كانت الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش شراكة مع تركيا، واليوم نحن نرى كتائب المعارضة أو مجموعات المعارضة السورية أو ما يسمى بالجيش السوري الحر شراكة مع تركيا. يعني العدوان هو نفسه ولكن بعنوان جديد أو بشكل جديد، والشعب الكردي أو سكان منطقة عفرين يدركون ذلك تماما. نحن نرى اليوم الجميع مستعد للدفاع عن الأرض، كما ذكرت شيبا وشابا نساء وأطفالا كلهم، الجميع ذات أرواح معنوية عالية. نحن نتابع اليوم على الإعلام العربي أخبارا متناقضة بأن الأعداء أو الأتراك مع المعارضة تمكنوا من دخول إلى المدينة أو إلى ضواحي المدينة أو احتلوا عدة قرى، ولكن في الوقت ذاته لدينا معلومات أخرى تقول بأن
هذه المجموعات الإرهابية الظالمة تم دحرها وطردها من الأراضي الكردية هنا، ولم يتمكن أي أحد منهم من الدخول إلى المدينة. طيب في هذا السياق، في هذا السياق روشان لن يخرج حيا. نعم في هذا السياق، يعني هل لديك معلومات عن عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال التركي؟ تتضارب الأعداد، لذلك لا يمكنني الإدلاء برقم صريح. أنا لا يمكنني أن أخطئ أو أعطي رقما خاطئا. أعتقد بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الحملة التي قام بها قوات سوريا، قامت بها قوات سوريا الديمقراطية مع قوات الدفاع الشعب الكردية. سنراها أعتقد النتائج في القريب العاجل، لابد من أن يتم الإعلان عنها. ولكن كما قلت، روح المعنويات عالية، الجميع مستعد لمواجهة الأتراك. الشيء الوحيد الذي يعيق هذه الروح المعنوية هي وجود الطائرات والقصف المستمر الذي لا يتوقف. القصف تجاوز 24 ساعة على المنطقة، هذا أصبح خطرا، إنها مجازر ترتكب. لدينا معلومات تفيد أيضا بأن ليست الأهداف العسكرية التي تم استهدافها، الأهداف هي مدنية بحتة. نحن نرى مجزرة في عائلة واحدة تجاوزت 19 شخصا من بين الجرحى، وأكثر من قرابة 10 أشخاص من القتلى ومن الشهداء والمفقودين. يعني إنها أرقام هائلة حقيقة. واليوم حين نرى بأن هناك انتصارات، أو نرى بأن كل هذه الخسائر لا تزعزع ثقة أهالي المنطقة، فنحن نفتخر بالمقاومة التي يبديها الشعب الكردي. لقد أثبت التاريخ، أو أثبتت المعارك في سوريا، بأن الشعب الكردي هو، أو القوة الكردية هي القوة الأساسية التي حاربت كافة المجموعات الإرهابية المتطرفة. نحن شاهدنا كيف تم دحر داعش من الجزيرة ومن كوباني، واليوم نحن نواجهها في عفرين. وسنتمكن، يعني سنتمكن من الانتصار. يعني إن تم إيقاف الطيران فلا خوف على عفرين. طيب، ولكن الطيران يحتاج إلى الإيقاف، وهذا شيء ضروري جدا. طيب دعيني أسألك في هذه النقطة بالتحديد، على ذكر طيران، أجواء مدينة عفرين الآن، هل هناك تواجد للطيران التركي في هذه الأثناء؟ يعني نعم، منذ حوالي 8 دقائق سمعنا أيضا زئير الطائرات تجوب المنطقة، ونحن سمعنا عدة ضربات، ولكن لا ندري بعد أي نقاط تم استهدافها. يعني الاتصالات مقطوعة، نحن لا يمكننا التواصل مع بعضنا البعض، التواصل مع الإعلام أصبح مشكلة. يعني لا يمكن حتى إرسال أي مواد مصورة إلى وسائل الإعلام. إنها حرب أخرى، ليست حرب عسكرية فقط، إنما حرب إعلامية أو حرب خاصة بقطع الاتصالات. يعني تقصدين هنا الاتصالات، الشبكات التركية؟ يعني تركيا قطعت الاتصال بين، يعني في شبكتها وشبكة الانترنت وكل ما إلى ذلك. نعم، هناك لقد تم تداول المعلومة البارحة وأول البارحة بأن هناك أجهزة تشويش تم تركيبها على محيط مدينة عفرين. ونحن قد شاهدنا فعلا بأنه تم قطع الشبكة أو إضعاف شبكة الاتصالات الخليوية. لا يجب أن لا ننسى بأنه لا توجد هنا شبكات اتصال أرضية، كما أنه تداولت الوسائل الإعلام التركية بأنه تم إيقاف الإنترنت عن الشمال السوري بأوامر من الميت التركي. يعني إنها خطة مباشرة، ولكن الصدفة كانت بأنه بعد نصف ساعة من انقطاع اتصالات الإنترنت، رأينا بأن هناك ضعف أيضا في شبكات الاتصال السوري، ألا وهي السيريتين والMTN. يعني يبقى السؤال، هل هناك أجهزة تشويش قوية لهذه الدرجة تتمكن من إضعاف إشارات بث الخليوية في المنطقة، أم أن هناك تواطؤ سوري مقصود في هذا الشيء؟ نعم روشان خليل الإعلامية من عفرين، شكرا لك على كل هذه المعلومات. أنتقل إلى ضيفي في دمشق أحمد حاج علي. مساء الخير. يبدو أنه غير جاهز. أستاذ صداقي مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني الدعوة الفرنسية لاجتماع مجلس الأمن، يعني ما المتوقع منها؟ هل سيكون هناك اجتماع غدا؟ ما هي ممكن دعنا نقول الإجراءات أو الخطوات التي ممكن تتخذها مجلس الأمن؟
الاجتماع أعلنت عنه فرنسا، وزير الخارجية الفرنسي من الجزائر اليوم أن الاجتماع سوف يكون غدا. الاجتماع لن يكون فقط حول العمليات العسكرية التركية في عفرين، سوف يكون على الوضع الإنساني في كل المناطق السورية. الدعوة تمت من عضو أساسي في مجلس الأمن الدولي وهو الجمهورية الفرنسية. هناك انتهاك نوعا ما، أو هناك عدم وضوح في العملية القانون الدولي التي تستند عليه تركيا في حملتها العسكرية لعفرين. هي تقول أن تركيا تقول أنها تستند إلى البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية حدودها في مناطق الداخل السوري، لكن هذا البند كمان يجب أن يكون هناك نوع من المصداقية أو التصديق عليه من الحكومة المركزية أو من الحكومة المعترف فيها دوليا في دمشق. نفت دمشق على عدة مرات أنها أعطت أو تم الاتفاق بينها وبين أنقرة للقيام بهذه العمليات العسكرية، ما يعني أنه انتهاك فعليا للقانون الدولي. لا يحق للأتراك اليوم الدخول إلى الأراضي السورية دون موافقة ودون التنسيق مع الحكومة المركزية في دمشق أو مع الحكومة الشرعية المعترف فيها في الأمم المتحدة وهي حكومة دمشق. أعتقد أن الموضوع سوف يأخذ أبعاد متطورة غدا. أتمنى أن يكون هناك تمثيل سوري حقيقي. الموضوع لا بات الآن يتعدى فقط أن تركيا تقوم بعمليات عسكرية ولا لا. يبدو أننا سوف نتحدث غدا عن فعليا مكانة حكومة دمشق في القانون الدولي، وهل هي فعلا باتت بعد كل ما يحدث في سوريا خلال ال7 سنوات الماضية والاحتلال المباشر من قبل الأتراك اليوم إلى مناطق شمال سوريا، هل هي فعلا قادرة أن تكون ممثلة لهذا الشعب أو لا؟ هناك امتحانات أعتقد سوف تكون شديدة سوف تكون غدا. الولايات المتحدة غالبا سوف تكون غير موجودة بفعالية كبيرة بسبب إغلاق الحكومة والاختلافات الموجودة بموضوع الميزانية. فعليا نرى أن فرنسا سوف تأخذ القيادة في موضوع العلاقات الدولية والحل الدولي والتواصل الدولي مبدئيا بهذا الشأن في المرحلة في الأيام القليلة القادمة. سوف ننتظر من موسكو نعم. التي قالت أنها رفضت هذه العمليات، لكن يبدو أن التنسيق بين موسكو وبين أنقرة هو فعليا باعتراف أنقرة أو بتصريح أنقرة أن هذه العمليات تتم بالتنسيق مباشر طيب. بين أنقرة وموسكو وطهران. أستاذ يوسف، على ذكر موسكو دعني أنتقل إلى ضيفي من هناك الأستاذ أندري سيبانوف. مرحبا، مساء الخير. أهلا أهلا. يعني هناك معلومات، والآن تفضل ضيفي، بأن عملية الهجوم على عفرين تمت بضوء دعنا نقول برتقالي من قبل موسكو، وبالتالي قامت العملية على عفرين، وبالأخص أنه يعني أتت هذه الموافقة، والكرد الآن يعني أصبحوا يتذكرون عندما سقطت جمهورية مهابات في إيران وتخلى عنهم الروس في وقتها. طبعا لا أسلم، علينا الاعتراف بالحقيقة البديهية أن هذه الحرب ليست حرب موسكو يعني. وطبعا موسكو تحل موقع يعني الحياة والمراقبة وتطلب ضبط النفس لكلا الطرفين يعني في هذا النزاع. أما موقف من تصرفات تركيا، وطبعا موسكو تدرك بعض الهواجس والمخاوف التي تراود يعني القيادة التركية بخصوص نشاطات فصائل الكردية على حدود مع تركيا. ولكن في نفس الوقت علينا أن نفكر في التداعيات المحتملة لهذه العملية غصن الزيتون. أولا، أنا على اليقين أن القوات التركية لن تستطيع سحق وحدات حماية الشعب الكردية، لأن هذا يفوق طاقات وقدرات الجيش التركي، ولابد من تكبد تركيا خسائر فادحة في الأرواح والأعداد، وهذا يحدد يعني الحجم المحدود لهذه العملية غصن الزيتون. ومن بين التداعيات أظن أن هذه العملية
ستدفع الأكراد إلى تعاون أوثق مع نظام دمشق. ولكن أستاذ أندري، يعني أستاذ أندري، يعني هناك 72 طائرة تقصف مدينة صغيرة وفيها سكان يعني ما يقارب المليون نسمة. لا ده مبالغ، يعني أقل بكثير يعني. ومن التداعيات الأخرى، يعني أظن أن هذه العملية ستضرب الإسفين في العلاقات بين أمريكا والأكراد، وهذا شيء مهم جدا. أن في بعض الأوساط أمريكان، أستاذ أندري، هذا ما تأمله روسيا حقيقة، اتخاذ القرار الكردي في بعض المسائل المهمة. ومن ناحية ثالثة، أنا أتوقع مزيد من تدهور العلاقات الأمريكية التركية. وطبعا من ناحية موسكو، وموسكو تدريجيا تنتقل من موقف المشترك المباشر في الصراع السوري إلى موقف المراقب والوسيط وداعي للسلام وحافظ على السلام في المستقبل. وطبعا موسكو على يقين أن لا يمكن التوصل إلى التسوية السلمية للأزمة السورية بدون المشاركة الناشطة من طرف تركيا. وموسكو تبذل كل ما في وسعها يعني الحفاظ بهذه التوازنات. وأنا على اليقين بأن هذه العملية ستكون محدودة وستنتهي في أسرع وقت ممكن. ومن ناحية أنقرة طيب أستاذ أندري، يعني عذرا لمقاطعتك أستاذ أندري، يعني أفهم من كلامك يعني والمعطيات على الأرض أن روسيا تراهن على المقايضة، يعني دعنا نقول القائمة على دماء المدنيين في عفرين، المدنيين ده مقابل هيمنة الأسد، يعني شيء غوغائي يعني ديماغوجي يعني. وطبعا في الخسائر، يعني هناك الصواريخ سقطت على بعض المدن التركية، وهناك الأخبار أن هناك ضحايا بين المدنيين، ده كلام فاضي. يعني هناك يعني العملية صعبة والتوازنات يعني معقدة جدا. ما هو يعني فسرت أن وقلت بصراحة عن التداعيات والعواقب المحتملة للعملية السورية. أستاذ أندري، يعني يا أستاذ أندري، يعني لولا قيام روسيا بفتح الأجواء السورية لما تجرأ تركيا على القيام بهذا الهجوم. لا كلام فاضي، أنا لا أفهم يعني موقفكم يعني. سمعت أستاذ أندري؟ نعم. أكمل الفكرة تفضل. لا كيف يعني هناك التطورات المستقبلية هي تعمل لصالح النظام السوري، هذا ما تريده كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني هذا ما تريده موسكو، على أكراد أن يكونوا واقعيين أكثر، ويعني الحد الأقصى اللي يمكن أن يعني بعبارة أخرى أن يستسلموا يعني لدمشق، الهيئات السياسية الكردية إلى الحصول على درجة من الحكم الذاتي في إطار سوريا موحدة ذات السيادة في حدودها الحالية. طب أين أمر واضح للعيان. طيب. ولكن هناك عراقيل والعوامل الجانبية المعركلة لهذه العملية ومتماثلة بوجود وتشجيع الأمريكي، وهذا هو أهم شيء، أهم بكثير من تحركات التركية. لأن كما قلت لهذه التحركات والتصرفات التركية حدود، وفي مواجهة الخسائر المتراكمة في الأرواح والعتاد، تركيا ستنسحب يعني سريعا من كل هذه المناطق. طيب اسمح لي أن أذهب إلى دمشق. أحمد حاج علي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني أين دكتور أحمد، عفوا، يعني أين موقف النظام من كل ما يحدث؟ التصريحات يعني يبدو أنها كلها، كل ما يحدث الآن تصب في خانة الاستهلاك الإعلامي دعنا نقول، ويبدو أن دمشق هي مستفيدة من سياسة أردوغان في المنطقة. طبعا هذه ليست حالة
لا صحية ولا صحيحة، ولكن نعلم تماما بأن السياسة التركية التي يقودها أردوغان الآن هي تشتمل على صفتين، أنها أولا صادمة بمعنى دائما يعني تحدث وتنفجر وتؤدي إلى أغراض وإلى أهداف لا يمكن لأحد أن يكون يتوقعها، والعامل الثاني هي أن هذه السياسة دائما فيها يعني حالة النوسان ما بين اليمين واليسار واستغلال الظروف واللعب على الحبال وسوى ذلك. وكن حيث المبدأ واضح تماما، ولطالما أعلناه على لسان نائب رئيس نائب وزير خارجيتنا الدكتور فيصل مقداد، وأن هذه الحالة ستكون مدانة أولا، ثانيا لن تكون مدانة يعني بالبيانات كما نتعامل مع أي حالة لا تعنينا، ولكنها ستكون مدانة بمعنى ستؤدي إلى مواقف وإلى دخول عسكري مباشر بهذه الحرب. نحن لا نريدها، لا نريد هذه الحرب، ولكن ماذا نفعل؟ يعني هل نقول طيب. إذن لأن الظروف طيب. الآن معقدة، ولأن هناك دكتور أحمد يعني الشيء بشيء يذكر، دعني أسألك هنا بهذه النقطة، يعني تركيا قالت بأنها أعلمت دمشق قبل قيامها بهذا الهجوم. دكتور أحمد، القضية في التداول الآن، ولكن هناك دائما مساعي وهناك دائما دكتور أحمد يبدو أنك لم تسمعني. دائما في الأخير الإرادة الوطنية السورية بإجراء المواجهة العسكرية بغض النظر عن توازن القوى وعن موضوعية الظروف التي تميل الآن من خلال جو الرخو لصالح أردوغان من الظاهر، ولكنها لغير صالحه من العمق. سوف نرى أن الأمور ستتطور إلى الموقف النهائي. تركيا بهذا الشكل هي عدوة، ولا يمكن إلا أن يتم التعامل معها على أنها قوة عدوان وقوة احتلال للأراضي السورية الموحدة. طيب دكتور أحمد، والسيادة السورية الكاملة. طيب دكتور أحمد، يعني تركيا صرحت بأنها أعلمت دمشق بموعد الهجوم على عفرين. طيب هذا يعني هل هذا الأمر آن لنا أن يعني نعرف الخصائص والمناورات والألاعيب التي يعتمد عليها النظام السياسي التركي بنموذج الأردوغاني؟ يحاول أن يقول ماذا أن تعتدي عليها لتقول لي أنا قادم لأقتلك ولأن أربحك من الوريد والوريد، ولكن عمليا على الأرض لا نرى شيء. دكتور أحمد، تحاول أن تنشر قناعة بأن سوريا، وكأنما يريدون القول بأن سوريا موافقة أو أنها يعني لن تقوم بأي عمل. هذا أمر مستحيل. طيب. أن يكون داخلا طيب. في توازنات أو داخلا في تحديد وتحليل المواقف بالنسبة لسوريا، ولكن عمليا على الأرض هناك تواطؤ دكتور أحمد، يعني لا يوجد أي رد عملي على الأرض. لا، نحن هذه المسألة يعني إذا كنت تقصد بأن هناك كأنما بعض التنظيمات الكردية هي عدوة لسوريا، نحن نميز الآن، أولا ندفع الخطر الأكبر بالخطر الأصغر، ثانيا هناك يعني فئات كردية نعم تستقوي بالأجنبي، وأنا لها أن تصحو لأنها دائما عبارة عن أداة مرة بيد أمريكا ومرة بيد الآخرين. طيب. اسمح لي دكتور أحمد، أنا أعتقد أطلنا على ضيوفي حقيقة، سأعود إليك لاحقا. أذهب إلى أربيل، هناك ضيفي دكتور محمد حسن. مساء الخير. مساء الخير. يعني دكتور محمد، تركيا تقوم بعملية هجوم على مدينة صغيرة عفرين، يعني تحت أي غطاء شرعي أو قانوني دولي تقوم بالدخول إلى الأراضي السورية؟ مساء الخير، ونبعث برسائل المحبة والسلام لأهلنا في عفرين، ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب وأن تخرج عفرين وأهلها منتصرين. يعني حقيقة تركيا، يعني لا شك تركيا استندت على حجج واهية في هذا العدوان، ممكن أن نسميه عدوان لأنه لا مبرر لها. كانت هناك حجج بأن هناك مجموعات انفصالية، فنحن نسأل هل هي ستنفصل عن تركيا أم عن سوريا حتى تقوم تركيا بالتبرير لنفسها حتى أن تتدخل؟ وأيضا قالت أن هناك مجموعات إرهابية أو بؤر إرهاب. ما ثبت للعالم أجمع أن العدد الإرهابيين الذين وصلوا إلى سوريا والعراق عن طريق تركيا تجاوز 10,000، بينما لا يوجد أي دليل أن من عفرين انتقل أي إرهابي، حتى هذا إذا افترضنا أنه يوجد إرهابيون في عفرين، إلى تركيا. فإذا الحجج واهية،
وهي تقوم بعدوان لأهداف تخصها، هي تحاول أن تقنع نفسها بأن هناك هاجس إنشاء دولة كردية تصل إلى البحر، أو تريد أن تقايض أيضا تحت البازارات السياسية، أن تقايض بإدلب. نجد أن مثلا البارحة تم سيطرة من قبل النظام على مطار أبو ظهور، وفي اليوم الذي بدأت فيه القصف على عفرين. ولذلك هناك لا شك أن هناك بازار لهذا الصمت الروسي والصمت الأمريكي وصمت المجتمع الدولي، لا شك أن هناك شيء ما تم الاتفاق عليه، وهذا إذا ما تم ينبئ بأن فشل محادثات أسيتانا، بما أن جنيف هي في طريقها في طريق مسدود، أو نكاد نقول أنه شبه مسدود. فأسيتانا أيضا بهذه المعركة التي يتفرج عليها العالم أجمع هي في طريقها إلى الفشل أيضا. بالنسبة لتركيا وبالنسبة للقانون، هناك ما يعرف بمحكمة الجنايات الدولية التي تم تأسيسها في العام 2002. هذه المحكمة كان من اختصاصاتها هي النظر في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم والعمليات الحربية، الإبادة الجماعية عفوا. تم إضافة منذ عامين تقريبا، تم إضافة جريمة أخرى وهي جريمة العدوان، وبالتالي يمكن أن يقاضى النظام التركي أمام محكمة الجنايات الدولية على أساس العدوان، لأنه اعتدى على بلد آمن وعلى دولة أخرى، فهي تتدخل في شؤون دولة أخرى وتعتدي عليها. طبعا طرق رفع الدعوة هي طرق صعبة، يجب أن تكون الدولة التي ترفع الدعوة، فلنفرض أن الحكومة السورية هي التي معترف بها لدى الأمم المتحدة الآن، تكون عضوة في هذا الموقع على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، أو أن يقوم المدعي العام بتحريك الدعوة من تلقاء نفسه، أو عن طريق الإحالة من 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 قبل مجلس الأمن. طيب دكتور محمد، اجتماع يعني غدا الذي دعت إليه فرنسا، نعم، قد إذا تم تحريك هذا الموضوع قد يقوم مجلس الأمن بتحريك الدعوة أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ليقاضي فيها أشخاص أو النظام التركي في جريمة العدوان. فهو إذا ما نظرنا إلى نتائج، هناك مدنيين، هناك قصف عشوائي، فإذا هو عدوان على دولة أخرى أو على مدينة أخرى، وقد ترقى الجرائم التي يقوم بها النظام نتيجة هذا العدوان إلى جرائم ضد الإنسانية. طبعا نقطة مهمة جدا، نعم، هذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الكرد في عفرين وفي غيرها من المناطق الكردية لم يعلنوا أبدا الانفصال، ولم يوحوا أو يصرحوا بأننا نعمل من أجل الانفصال. كل ما أرادوا هو إدارة أنفسهم بأنفسهم، يعني الحفاظ على خصوصية معينة، ولكن تبقى هذه المدن مدن داخل الجغرافيا السورية. فإذا هناك مسؤولية قوية على الحكومة السورية التي سمعنا من نائب الوزير الخارجية أنه سوف يقوم بالرد ويعتبر عدوان، فأين هو الرد؟ فإذا ما انتهت هذه المعركة وانتصر الكرد فيها وسوف ينتصرون، ولم يحرك نظام أو روسيا أو أحد آخر ساكنا، فيكون من حق الكرد أن يتوجهوا إلى بناء دولتهم بنفسهم. هذه هي النتيجة التي يدفعون إليها الكرد، سواء كان النظام، سواء كانت كتائب الإسلامية التي كانت فيما تسمى الجيش الحر، بعدها سمت نفسها المعارضة المسلحة، والآن وهي بصورة واضحة هي كتائب إسلامية لا أكثر ولا أقل، مأجورة من قبل النظام التركي. فهم نسيوا ما كان يفعل بهم النظام التركي، والآن يهاجمون مدينة آمنة. فإذا نحن ككرد نؤمن بالجغرافيا السورية، نريد خصوصية خاصة بنا، ولكن لا يستطيع النظام إذا لم يدافع عنا، أو الحكومة السورية أو حتى المعارضة وإن كان من سيكون في دمشق، إذا لم يدافع عنا عن المدينة، نعم، عن الجغرافيا دكتور السورية محمد، يعني إيه لا ننسى بعد أن يطلب بالسيادة دكتور على محمد هذه اسمعني، يعني لا ننسى أنه هدول يعني الفصائل مدرجين على قوائم الإرهاب العالمي. يعني خليني أسألك أنا على الخيارات القانونية اللي بتمتلكها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن مدينة عفرين السورية دكتور محمد. الخياراتها كل او خيار بديهي جدا هو الدفاع عن النفس. المنظمات الارهابيه يجب ان تحاربها جميع الدول، يجب ان يحاربها المجتمع الدولي، وهذا ما يدفعنا للتساؤل، اين هي هذه الدول؟ اليوم حركت فرنسا ساكنا بعد ماذا؟ بعد 48 ساعه، بعد كل هذا الرعب والارهاب الذي حصل في للمدنيين في عفرين. هذه الكتائب الاسلاميه التي قلت حضرتك انها مصنفه تحت قوائم الارهاب هي معروفه بممارساتها سابقا اصلا،
وبالتالي لا يجب على الدول أو المجتمع الدولي أو المجتمع الديمقراطي الحر أن يسمح لهذه الكتائب بالتقدم. ولذلك ما يمكن أن يقوم به الكرد وقوات سوريا الديمقراطية هو الدفاع عن النفس، وعندما تدافع عن النفس تتاح لك جميع الوسائل الدفاع عن النفس، ولا يطلب منا أو يطلب من الكرد أو من قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب أن تميز بين مدني وهذا الهدف وذاك الهدف. نحن سوف ندافع عن أنفسنا بشتى الوسائل لكي نوقع الخطر، لم نعتدي على أي أحد بينما جاء نحاول أن نرد العدوان، وبالتالي هذا يدخل في خانة الدفاع عن النفس ولا ملام على ذلك، وإنما هو حق شرعي يقوم به أي شعب أو أي مواطن أو أي مدينة أو أي دولة بالدفاع عن أنفسهم. وبالتالي لا نهتم بهذا السؤال ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية أو أخرى، ولكن ممكن أن ندعو من الآن ومن على شاشتكم الرجوع إلى طريق الصواب وحقن الدماء، لأن في النهاية في الحقيقة ولو اعترفنا أن بتركيا لها قوة كبيرة وهي مدعومة ببضعة آلاف، ولا أعتقد أن الرقم 20 أو 22 ألف مبالغ فيه جدا، يمكن 4 أو 5 آلاف من الكتائب الإسلامية، لو اعترفنا بقوتهم العسكرية التي تفوق قوة تركيا تفوق قوات وحدات الشعب، ولكن بالتأكيد هذه القوات التركية لن تكون في نزهة، والكثير من المعلقين والذين يعرفون منطقة عفرين يعرفون أنها ليست منطقة سهلة، وخاصة أن أهلها هم في 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 وارد طيب. وفي مكان الدفاع عن النفس. طيب دكتور محمد، سوف تكون هناك خسائر من جميع الأطراف. يعني عذرا لمقاطعتك ولكن أطلنا على ضيفي في القاهرة، اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة. ضيفي من القاهرة دكتور محمود زايد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني الموقف العربي خرج من مصر، يعني ما هو دافع المصري يعني الاتخاذ والتصريح بأن لا تقبل هذا الاعتداء على الأراضي السورية؟ نعم. نعم. تحياتي لحضرتك ولكل الضيوف. أحب أوضح أن الموقف المصري بالنسبة لنا إحنا كمصريين ليس جديدا على ما يدور في أحداث منطقة الشرق الأوسط. الموقف المصري اتخذ سياساته الثابتة منذ 2011، اللي هو المحافظة على الأوضاع القائمة بشكل أو بآخر، وعلى كل دولة والفصائل المختلفة فيها أن تتحاور مع بعضها بالسلم دون اللجوء إلى العمليات العسكرية التي أدت إلى ما أدت إليه. ولذلك كان تعاملها مع الدولة السورية تحديدا بحذر شديد، لم تتورط بشكل أو بآخر مثل ما تتورطت بعض الدول العربية بجهات أو بنواحي سلبية أثرت على حياة السوريين وعلى مدنهم وقراهم ومقدراتهم التي أصبحت أثرا بعد عين. ومن هنا رأت السياسة المصرية أو القيادة المصرية الحالية أن التطور الذي سوف يحدث هذه الأيام سوف يكون أشد خطرا من التطورات السابقة، لأن فيه بلغتي أنا وليس بلغة البيان الخارجي المصرية، بلغتي أنا فيه عدوان صارخ سوف تقوم به دولة ما إقليمية والمقصود بها تركيا على دولة مجاورة. لكن البيان المصري كان دقيق جدا ومراعيا لاعتبارات كثيرة جدا خاصة بالشأن السوري وخاصة بالمنطقة الإقليمية والدولية، فلم تعبر عن ما قام به أو ما يعني ينوي الجيش التركي القيام به تجاه عفرين بالعدوان أو الاعتداء، وإنما استخدمت كلمة العمليات العسكرية التركية تجاه عفرين، ولكن عبرت أن هذه العمليات تعد انتهاكا صارخا للسيادة السورية. هذا الموقف المصري ربما يشير إلى أو يوحي إلى بعض الدول العربية أنها يجب أن تصحح من أوضاعها ومن مواقفها تجاه ما يحدث في سوريا، وأن تتعامل مع ما يحدث في سوريا على قدر ما هو موجود على أرض الواقع. الموجود على أرض الواقع ليس فقط ما يسمى بالمعارضة، وليس فقط النظام أو نظام بشار الأسد، لكن هناك قوة ثالثة
كبيرة ومؤثرة تسيطر على حوالي 30% من الجغرافيا السورية، يحكمها مجلس مدني يسمى مجلس سوريا الديمقراطية، ويترجم ذلك على أرض الواقع قوات سوريا الديمقراطية التي استطاعت بصورة كبيرة جدا الإسهام في دحر قوات داعش من أهم المواطن التي كان موجود فيها في سوريا. فالموقف المصري أقصد ربما يكون وراءه دلالة جديدة، وهو الاعتراف بالأمر الواقع أو ضرورة وضع في الحسبان ما هو موجود على أرض الواقع حاليا في الجغرافيا السورية، بأن هناك قوة مؤثرة يجب التعامل معها بشكل واقعي وليس بشكل هامشي أو بشكل مغمض العينين عنه كما يتم التعامل معه في العديد من الوسائل أو قنوات الإخبارية العربية المؤثرة في النشرات الإخبارية أو في البرامج الحوارية. أظن أن ربما يكون وراء هذا البيان تشاورات ما بين القيادة المصرية وبعض وعدد من القيادات العربية لوقف هذا الخطر التركي الذي سوف يؤثر أكثر على المنطقة، ليس على منطقة سوريا فقط ولكن على مناطق عربية أو شرق أوسطية متعددة. طيب، في هذه النقطة بالتحديد وانطلاقا من التصريحات الخارجية المصرية بخصوص السيادة السورية، يعني هل مصر قادرة بالضغط على جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف للوقوف في وجه هذا الاحتلال التركي والهجوم على مدينة عفرين السورية، علما بأن سوريا هي من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهي عضو فيها؟ دكتور محمود. نعم، يعني خليني أكون صريح مع حضرتك في هذا الموضوع. من أراد أن يحقق شيئا ما على أرض الواقع لا يعول كثيرا على جامعة الدول العربية، فكثير من الاجتماعات وكثير من القرارات ولكن لا يطبق منها شيء. أما مصر هذا الأمر ليس صعبا عليها أن تدعو مثلا إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لتناقش فيها هذا الأمر، ثم يصدر بيان رافض لهذا العدوان. وماذا بعد؟ رفضت جامعة الدول العربية العدوان التركي، هل سوف تستجيب الحكومة التركية لهذا الرفض العربي؟ أظن ليس كذلك. ثانيا، أن ربما تجد بعض الدول العربية سوف تقاطع هذا الاجتماع أو سوف تصوت بالرفض على القرار المصري نتيجة لاختلاف الولاءات، ونتيجة للبعض ربما يحسبها شيئا آخر بسبب الخلافات بين النظامين المصري والتركي، لكن هذا في حقيقة الأمر غير صحيح. الحكومة المصرية أو الخارجية المصرية تحديدا اليوم بيانها كان بيان شبه متزن، المفترض يعبر عن أمال المنطقة كلها بعدم الاعتداء على سيادة أي دولة من الدول في المنطقة. نعم، أستاذ يوسف صداقي، يعني جيمس ماتياس قال بأن كانت هناك اتصالات يعني بين أمريكا وتركيا بخصوص هذا الهجوم، يعني يدل هذا الشيء على أن هناك تواطؤ أمريكي أيضا في هذا الهجوم. كلمة تواطؤ بتوقع ما هي الكلمة اللي فينا نقول انه هي صحيحة بالنهاية؟ كيف مثل يمكن ما تفسير دايماً موقف الولايات المتحدة أستاذ يوسف؟ ما هو التصريح هو بالنهاية موقف الولايات المتحدة هو موقف واضح. موقف الولايات المتحدة هو التعاون مع مجلس سوريا الديمقراطي ومع قوات سوريا الديمقراطي في مناطق شرق الفرات لاستتباب الأمن والاستقرار بالمناطق التي تم تحريرها من داعش. وقال رئيس أو خلينا نقول المسؤول التحالف الدولي أنه عفرين هي خارج نطاق العمليات، وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي يفهمون تماما طبيعة علاقتهم مع الولايات المتحدة، لا يوجد هناك شيء اسمه تواطؤ. وزارة الخارجية هذا الهجوم بذريعة تعامل قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة. أستاذ يوسف، الذريعة التي تستخدمها الذريعة التي بتستخدمها تركيا هي أنه موضوع حماية حدودها من العمليات التي يقوم فيها حزب العمال الكردستاني أو البي واي دي، وهو أنه هي بدها تعمل منطقة أمنة حوالي 30 كيلومتر داخل الأراضي السورية.
هاي المنطقة هي موجود فيها قواعد عسكرية روسية، وهي تقريبا بحماية روسية من فترة كتير طويلة، ومرفوع فيها العلم السوري من زمان. الولايات المتحدة الأمريكية ما كان لها أي تواجد بهذيك المنطقة على الإطلاق خلال ال7 سنين الماضية. والمفروض أنه كمان نحن كمان نقدر كمان نقدر ونفهم تماما طبيعة العلاقات دائما بتكون بين الكل. نحن ما بدنا نقول أن الولايات المتحدة هي تتبنى الأكراد أو هاي التهمة اللي دائما تلصق بمجلس سوريا الديمقراطي بقوات سوريا الديمقراطية أنه هن صناعة أمريكية وهن أولاد الأمريكان واللي بده إياه الأمريكان بيسووا لهم إياه، والعكس صحيح. هذا الشيء دليل كبير أنه نحن أو خلينا نقول قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي طبيعة علاقتهم مع الولايات المتحدة هي ليست كما تريد دائما تركيا وموسكو وأحيانا دمشق أن تصدرها إلى الجمهور السوري. هذا دليل على هذا الموضوع. الآن الخارجية الأمريكية صرحت اليوم صباحا أنها تقدر المخاوف التركية بموضوع الحدود، ولكنها تطلب من الجيش التركي عدم التريث وعدم تطوير العمليات العسكرية والحفاظ على ضبط النفس، يعني لأنه طبعا لأنه بده ضبط نفس فعليا، لأنه اللي عم يساوي هو غير يعني ما بده شوية ضبط نفس، بده فيتامينات يمكن. بس انه يعني كيف فينا نفسر ضبط النفس استاذ يوسف؟ خليني قاطعك اليوم هيك شوي، يعني كيف ضبط النفس؟ كيف يعني انه مثلا يهدوا القصف شوي؟ لا لا لا، ضبط النفس المفروض انه اولا انت لازم ضبط النفس انك انت تكون في عندك قدره عسكريه ويكون عندك الخيار العسكري، بنفس الوقت انك انت توصل لحل مدني او حل سياسي او حل دبلوماسي من خلاله انت تضمن حدودك وما يكون في اثار جانبيه انه هي ممكن تؤدي لقتل او اصابه مراكز مدنيه او اصابه مدنيين في المناطق التي تدعي انقره انها مصدر لهجمات عليها. هذا هو ضبط النفس. الدخول في معركه عسكريه الى الداخل فعليا كمان الولايات المتحدة هي عضو في الناتو، تركيا عضو في الناتو، هناك علاقات تاريخية أمريكية تركية، تعلم تماما تركيا وتعلم تماما الولايات المتحدة وتعلم تماما موسكو أن إذا كانت تركيا تريد الذهاب والدخول إلى داخل عفرين في عملية عسكرية واسعة الانتشار، هذا يعني تحول المعارك وتحول الوضع إلى انفجار هائل، لأن لن يستطيع الجيش التركي التسيطرة على عفرين عسكريا. هذا الشيء مستحيل. عفرين هي منطقة، هي أقليم حافظ على استقلاله وحافظ على أمنه وحافظ على وحدة المكون الموجود فيه، واستقبل أعداد هائلة من اللاجئين، ورغم كل رغم داعش ورغم النصرة ورغم الكتائب الإسلامية والمحاولات التركية المتكررة خلال ال6 سنوات الماضية لم يستطع أحد الدخول والسيطرة عسكريا في هذه المنطقة، لا جغرافيا ولا سكانيا. هذا الأمر مستحيل. وإذا كانت أنقرة يعني انفعالات أنقرة تحتاج إلى ضبط النفس حتى لا تدخل أنقرة في فعليا كمان في دوامة عسكرية محتملة في 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 عفرين، ممكن أن تسبب لها كما قال الدكتور من أربيل سوف تحولها شئنا أم أبينا، أو شاءت أو أبت أنقرة سوف تحول أنقرة إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن طبيعة الجغرافيا وطبيعة الكثافة السكانية في هذه المنطقة من الصعب جدا على أي كتائب عسكرية أو أي جيش عسكري أن يقوم بعمليات عسكرية دون إصابات مدنيين. إذا كانت أنقرة فعلا تقول أنها تريد أن تحارب الفصائل العسكرية التي تهدد أمنها القومي، يجب أولا أن تحافظ على أمن حدودها، هذا الشيء من حقها، بس ليس من حق أنقرة أبدا أن تدخل في هذه المنطقة. هي عم نحكي كسوريا. ومن ناحية ضبط النفس هذا هو الموضوع. دائما أردوغان والحكومة التركية خلال ال6 سنوات أو 7 سنوات الماضية قامت بعمليات عسكرية وسياسية، دائما كانت هذه العمليات نتائجها سيئة على تركيا وعلى سوريا وعلى المنطقة وحتى على الحلفاء، سواء كانوا روسيا أو كانوا الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى دول بعض دول الخليج. دائما هذا التعنت وهذا الطريقة بالتفكير وهذه يعني خلينا نقول العفوية بالتعامل أو الغضب، القرارات الصادرة عن غضب وتعنت عن جهية تركية دائما كانت تسبب مشاكل لكل المحيط بما فيهم الحلفاء في الناتو. التريث ويعني التركي واجب، يجب أن تتذكر تركيا أن لديها هي عضو في أكثر من جهة عسكرية وسياسية دولية، هي وقعت على اتفاقيات طيب مع مؤسسات ومع دول كبيرة، يجب أن تحترم هذا الشيء ويجب أن تقدر مواقف الحلفاء أولهم روسيا. طيب
على ذكر روسيا دعني أنتقل إلى موسكو. أستاذ أندريه سيبانوف، يعني غدا يتم مناقشة هذا الملف في مجلس الأمن، هل من الممكن التكهن بالموقف الروسي؟ طبعا يعني صوت موسكو ستكون رسالة وقف العمليات وانسحاب الفوري من للقوات التركية من أراضي سوريا، ده من بدون أي شك. يعني هل هذا من الممكن أن تدعو موسكو بصريح العبارة؟ يعني لا، كما قلت موسكو حلت موقف الحياة، ولكن في حالة الجلسة التالية لمجلس الأمن ستصوت الموسكو لوقف الفوري للعمليات لحقن الدماء وانسحاب الفوري للقوات التركية، ده واضح للغاية، ليس هناك أي جدال بخصوص هذا الموقف. طيب أما على وجه العموم، أنا متعاطف مع القضية الكردية، وأظن أن تركيا في التعامل مع المشكلة والقضية الكردية خاطئة جدا، ولا يمكن التخلص عن الشعب الكردي، ويعني آجلا أو عاجلا على أنقرة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي على أراضي التركية، وعدم التدخل في شؤون الأكراد الساكنين في الدولة الأخرى المجاورة في سوريا. وأظن أن ليس تحت ظل القيادة الحالية، ولكن فيما بعد لابد من التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع التركي الكردي ومنح الأكراد كل حقوقهم القومية، وهذا موقف موسكو مبدئي. طيب أليس من مصلحة موسكو خلق بلبلة في الناتو لأجل كسب تركيا إلى صفها وجانبها أستاذ أندري؟ موسكو تحاول أن تطور العلاقات مختلفة ومتنوعة مع تركيا، هناك التعاون الاقتصادي العسكري الثقافي السياحي، وطبعا بكل صراحة موسكو ستشجع كل خطوات التركية الرامية إلى الابتعاد عن ناتو وعن التحالف مع أمريكا، ويعني موسكو تشيد بالمنهج والسياسة الهادفة إلى استقلالية القرار التركي بدون تأثير الخارجي الأمريكي أو من حلف ناتو. طبعا هذا يستجيب لمصالح روسيا، وكما أظن يستجيب لمصالح الشعب التركي. نعم. ضيفي من دمشق دكتور أحمد. أيوة. يعني بعد صمت دمشق عمليا فقدت مصداقيتها في الشمال السوري بعد كل ما حدث في مدينة عفرين السورية، وكان هناك تصريحات من دمشق بأنها ستسقط طائرات وإلى آخره. دكتور أحمد. نعم، هذا من حيث المبدأ السليم. علينا أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن السياسة التركية هي سياسة تقوم على الانتهازية من جهة، بمعنى اقتناس الفرصة المعقدة والزمن ضاع. اثنين، أنها سياسة تقوم على الذرائعية، بمعنى تعلن شيء والذرائع تختلف عن الأسباب الحقيقية. الآن الذي استجد في تلك المنطقة هو عاملان. العامل الأول أنه تم إدخال ما يسمى عناصر الجيش الحر إلى منطقة عفرين، وهذا الأمر كما تعلم هو هدف تسكت عنه تركيا وتدعمه وتغذيه الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني أن سوريا الآن تغذي بعض، ليس بعض وإنما الكثير من شرائح أبنائنا وشقائنا الأكراد، وتحاول أن تعطيهم الفرصة لكي يذهبوا باتجاه أولويات الموقف حتى لا يضيع هنا وهناك. لكن الآن المعروف تماما أن السياسة التركية تعتمد على أولا رخاوة الموقف العربي الذي حتى الآن ولا أي طرف عربي أدى موقفا حاسما ممكن كما سألت أن يتحول أو أن ينتقل من الإدانة الدبلوماسية وفي البيانات إلى أن يكون هناك له ترجمة على أرض الواقع. الأمر الثاني أن الأمور مرهونة بأوقاتها،
نحن لا يمكن أن نسعى إلى أن يعني تختلط الأمور أكثر من اللازم، ولكن قواتنا الآن جاهزة تماما وقد بدأت واشتبكت، ولكن هناك إمكانية لفرصة لعله أن نحقن الدم ولعله أن يتم العزل بين الأكراد الذين سقطوا وخانوا وهؤلاء قلة، وبين الأكراد الذين هم الآن يحملون السلاح السوري الوطني لكي يقاتلوا ضد المشروع التركي المعروف بأنه يسعى إلى أهداف غير ما هو ظاهر. الأهداف التركي هو التوسع، هو الضغط، هو العودة إلى الأحلام وإلى الأوهام المزعومة العثمانية. يعتبرون حتى الآن أن سوريا من ممتلكاتهم القديمة وأن هذا الأمر الحقيقي قد لطالما أعلنوا ذلك. هذا الشخصية المتورنة الأردوغانية الآن تحاول أن تستغل وأن تنتهز الفرصة، ولكن الحقيقة هي أن هذه الأمور ستنتهي في لحظة قريبة جدا، تنتقل من حالة أن يتم الرد إلى حالة أن ننتقل إلى حالة الردع، ولكن عبر عزل الخطوط عن بعضها البعض ومحاولة إعطاء فرصة لأبنائنا الأكراد ومحاولة فضح السياسة التركية على المستوى الإقليمي والعالمي. القضية معقدة للغاية، ومن هنا نفهم تماما الموقف السوري الذي لن يسكت وقد بدأ ومارس واجبه ومهمته. هذه مسألة لا يوجد فيها مناقشة لتوازن القوى ولاحتمالات يعني هذه المعادلة الصعبة، ولكن نقول لأنه يجب الآن أن يفهم الأتراك بأنهم سيصطدمون تماما بالحالة التي أعلننا عنها، أنهم قوة عدوان واحتلال، ولا بد من التعامل معهم بالجو وعلى الأرض بما يلزم لكي نحرر أرضنا. ليست مستباحة هذه المسألة، خطيرة في العقدة الأردوغانية، ومن هنا نرى بأن الآن الأمور توضحت تماما. أمريكا تدخل قوة معارضة جديدة بعد هزيمة داعش عن طريق ما يسمى الجيش الحر الجديد كما سموه، وتركيا الأردوغانية تتذرع بأنها ذاهبة فقط لكي تقاتل ضد الإرهاب، يعني عملية متداخلة إلى أبعد حد. ولذلك لدينا معركة من طريقين، طابق توضيح المواقف والحدود والاتفاقات، وطابق آخر هو التعامل العسكري اللوجستي مع هذا الأمر، وهذا الأمر هو الذي يتم الحشد له. هذه البيانات السورية ليست يعني مطروحة لكي تقال ككلام نظري، هذا الأمر من شأن كثير من الأطراف العربية التي لا تملك ولا القابلية ولا الإمكانية لأن تسهم في واجبها، ولكن هنا الأمر مطروح لأنه أولا نحن ننتمي إلى سيادتنا الوطنية، ونحن نعرف لأن هناك وسيطة. طيب وصلت الفكرة دكتور أحمد، يعرف كيف سيشتغل. دعني أنتقل عن دكتور محمد حسن. دكتور محمد، يعني قصف عفرين ب 72 طائرة ومدفعية، يعني يمكن أن ترقى هذه العملية أو ترتقي إلى مستوى جرائم حرب أو إبادة جماعية يعني كما تحدثت؟ يعني ما المطلوب من السوريين في هذه الحالة قانونيا؟ كيف يجب عليهم التعامل مع هذه القضية في المحاكم الدولية؟ لا معلومات لدي صراحة على الرقم 72، ولكن هناك قصف، هناك غارات مكثفة كانت على، يعني أردوغان شخصيا صرح بأن عدد الطائرات التي شاركت بالهجوم على التي شاركت وتشارك حاليا. يعني أنا دعني أبدأ من 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 من, من عنوان حلقتكم هذا، أنا لا أوافق عليه. دعوات أممية لحماية عفرين من الذئب التركي، أي ذئب تركي؟ تركيا لولا الطيران لا خوف على عفرين. عفرين منذ العام 2014 والخنادق جاهزة والتحصينات جاهزة منذ العام 2014 وهي في تطور. هذا القصف يجب أن يوقف، وغدا جلسة مجلس الأمن إذا ما تمت وعقدت نحن نعول عليها. هو بالنهاية عدوان، هو عدوان حقيقي سواء كان بالطائرات أو سواء كان بالبر، وأنا قلت هناك مجالات لرفع شكوى على النظام التركي أو شخصيتنا النظام التركي أو محكمة الجنايات الدولية. هنا أدعو الجاليات الكردية في أوروبا الذين يحملون الجنسيات أو أوروبية أن يحركوا الرأي العام في أوروبا لكي تقوم حكوماتهم بتحريك هذه الدعوة، لأن يجب من يحرك هذه الدعوة يجب أن يكون موقعا على ميثاق محكمة الجنايات الدولية أو أن يتم عرضها عن طريق مجلس الأمن كما أسلفت سابقا. ولكن أريد أن أنوه على نقطتين أساسيتين قالها الدكتور أحمد من دمشق. لا يوجد أكراد ولا كرد خونة. الكرد منذ عام 1973 شاركوا
في حرب وهناك شهداء وضحوا وقبلها ايضا وما زالوا وحتى كانوا من 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 أعمدة الدولة السورية، ولكن لا اقصد لم يكونوا في المناصب ولكن كانوا من المضحين. ولكن اليوم كل كردي وجد طريقة معينة في البحث عن حقوقه، وطالما لا يوجد احد يطلب الانفصال فلا يمكن ان تطلق على على عليهم الخونة، وحتى ان طلبوا بالانفصال فهو حق طبيعي، يمارسون حق تقرير المصير. بالنسبة للسيد أندري الذي قال أن تركيا روسيا هي مع الحقوق القومية للشعب الكردي في تركيا، ما هو أصلا تدخل تركيا في سوريا هو أساس المشكلة الكردية. تركيا لديها مشكلة كردية في الداخل، ولو كانت فعلا معترفة بحقوق القومية للشعب الكردي فهذا يعني أن الشعب الكردي الحق في تقرير المصير، فإذا روسيا تساند هذا الحق عليها أن تتدخل بقوة حتى تساند الشعب الكردي في موضوع الحقوق القومية. ولكن رغم ذلك حتى في تركيا الكرد لم يطالبوا بالانفصال، وإنما يطالبون بحقوقهم التي يمكن أن يتمتعون بها كأصلاء كشعب موجود في داخل الدولة، أن يمارسوا كل حقوقهم المدنية والسياسية. بالنسبة لسوريا كما قلت، بالنسبة للكرد في سوريا هناك يجب أن يتم التحرك على مستوى أعلى خاصة في الدول الأوروبية لكي يقوم بتحريك الدعوة، وعلى المنظمات الإنسانية أو منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في الداخل أن توثق الحالات، لأنها سوف نحتاجها في المستقبل في عملية إثبات الأدلة، لأنك لا يمكن أن تقول بدون أدلة أن هناك جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية وإلى آخره. فمن هذا المنطلق ندعو الجميع إلى العمل بالحيطة والحذر، وحقيقة من تقريركم أو من مداخلة مراسلتكم وإلى آخره المراسلة من عفرين، أنا أستغرب يعني أن نحن على تواصل بكل دقيقة مع أصدقائنا، وللتو كنت على تواصل مع صديق من عفرين وقال لي هناك أسرى، ولكن لم أشأ أن هناك أسرى من الجيش التركي بيد الكرد يعني، لكن لم أشأ أن أخبركم بهذا الموضوع. هذا صحيح، وهذا ما تأكده من قبل مراسلين هناك. أهلنا هناك المعنويات عالية جدا. نعم. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقتنا، ولا يسعني في النهاية لا نشكر ضيوفي، كان معي من عفرين روشان خليل إعلامية، ومن واشنطن يوسف صداقي محلل سياسي وباحث في المجموعة الاستشارية، ومن دمشق أحمد الحاج علي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، ومن أربيل دكتور محمد حسن دكتوراه في القانون الدستوري، ومن موسكو أندري سيبانوف محلل سياسي، ومن القاهرة دكتور محمود زايد أكاديمي مختص بالشؤون الكردية. والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.